الفار. الفار؟ مين الفار؟ الفار فار عادي، مو شباب شهرته. ايش يعني فار؟ فار الكائن الحيوان؟ كنت افتح بثوث ويطلع لي. انا قبل كنت بس يعني افتح بث يا غني ولا سولف عادي. صوتك حلو؟ قبل يعني كنت قبل صوتك حلو، الحين صار مو بحلو. لا بس يعني جاني تعب بعد كورونا، جتني شعب هوائية التهاب. سلامتك والله ما تشوف. صرت شو اسمه يعني طب سمعنا شيء. لا 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 انت اللي جبتها لنفسك، سمعنا شيء اي شيء. طيب بسم الله. مش بسم الله معليش. يلا بسمعك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وش تبي تسمع؟ شيء راشد الماجد. شوف انا دائما خير الناس وش تسمعون ما غني ولا تغني. حلو حركات الفنانين على المسرح هذه. حلو في اغنيه صدق مره صدق اعشقها. يلا. اثنيننا خنا بعض لما رضينا بالفراق، لان جاب لك حنين لا جابني لك اشتياق، لا جابني لك اشتياق. الله 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 الله. ايش رايك بصوته علاوي؟ جدا جميل وعنده إيه؟ اقول بعد في اشياء مخبيها علينا. وشو عنده؟ اغنيه. عنده اغنيه تنزل؟ لا نازل لا ثلاث سنوات. هذا قديم قبل الكورونا قبل ما يجيني التهاب. طب ليه ليه دقيقه، انت ليش رابط الفن اللي خاص فيك بقبل كورونا؟ هو كورونا دمرك لهذه الدرجه؟ والله تعبت مره بعد الشعب الهوائيه. انت اصبت بفيروس كورونا؟ ايه جتني كورونا. لكن واثر على صوتك؟ مو اثر يا اخي، حسيت ان بعد كل كلمه اكح على طول. الى يومك منظر؟ لا بديت اخف شوي.